مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا ضمن موعد جديد من قراءة الصحف المغاربية، ونبدأ قراءتها بالصحف الجزائرية. الصحف الجزائرية التي نستطلعها بداية من صحيفة الخبر اليومي التي عنونت صفحتها الأولى بعنوان بارز يتعلق بقطاع التربية والانسداد الذي يعانيه جراء إضراب نقابات التربية. صحيفة الخبر اليومي قالت: قطاع التربية الانسداد، الاختبارات والتصحيح وعقد مجالس الأقسام في أسبوعين. من جهة أخرى أوردت صحيفة الخبر تعليق شخصيات قانونية معروفة بشأن هذا الإضراب، وقالت أن قسنطيني يقول: عجز الحكومة عن احتواء الاحتجاجات أضر بسمعة الجزائر، وتجميد كلي لأجور الأطباء المقيمين. داخل أيضا في خبر يتعلق بالإضرابات. من جهة أخرى عنونت صحيفة الخبر مقالا بعنوان: الصادرات خارج المحروقات، كلام كثير ونتائج قليلة، أشارت فيه إلى العجز الاقتصادي للصادرات الجزائرية خارج المحروقات. ننتقل لقراءة صحيفة الشروق اليومي والتي عنونت أيضا صفحتها الأولى بموضوع يخص الإضرابات، وقالت أن المركزية النقابية منشغلة بمشاكلها وسط إضرابات النقابات المستقلة. وعنونت: سيدي السعيد يغيب عن اجتماع أنصاره ضد التصحيحيين، النقابات الخمسة تتمسك بإضراب اليوم وغدا وتستنكر عزل الأساتذة. في ذات الموضوع وفي ذات السياق تقول الشروق اليومي: تلاميذ البكالوريا ينتفضون ضد فصل أساتذتهم بالعاصمة وعين الدفلة. في ذات السياق وفي الجامعة أيضا تقول الشروق اليومي: طلبة الرياضيات يغلقون أبواب جامعة البويرة بالسلاسل. حاشية زطشي في موضوع رياضي تقول الشروق وراء تضليله وتقوده إلى الهاوية، وهو تصريح أوردته الصحيفة لمحفوظ قرباج. لم تشذ صحيفة البلاد التي نقرأها الآن أيضا عن قاعدة الإشارة إلى الإضرابات الكبرى التي تشهدها قطاعات متعددة في الجزائر، وخصصت إشارتها في الصفحة الأولى مرفقة بصورة لوزيرة التربية تتعلق بجلسة الحوار مع الوزارة والتي انتهت بلا حلول مثل ما وصفها النقابيون، وعنونتها: النقابات تشل المدارس ليومين. من جهة أخرى وفي موضوع أيضا آخر مهم جدا بالنسبة للأخبار الوطنية، العثور على 4 جثث بسواحل أشلف ووهران يرجح تقول الصحيفة أن تكون لمهاجرين غير شرعيين. موضوع آخر إشارت إليه البلاد يتعلق بسيارة فخمة بأسعار مغرية للنواب ودجاج جيفة على موائد الجزائريين. أثارت بها صحيفة البلاد قضية الصعق الكهربائي التي تناولتها أيضا عديد الصحف. هذا بالنسبة للصحف الجزائرية الصادرة باللغة العربية. بالنسبة للصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية قالت لوسوار دالجيري: أحزاب أو إضراب جديد للتكتل النقابي. وأوردت أيضا علاقة المركزية النقابية بهذا الأمر، وقالت أن سيدي السعيد ينظم دفاعاته عن الحركة التصحيحية التي يمكن أن تكون ضمن هذا التنظيم. ميزانية الدولة نقائص كبيرة ملاحظة، ما هو ما أشارت إليه صحيفة ليبرتي التي أوردت عنوانا بارز يتعلق بميزانية الدولة. وطبعا هذه أهم الملفات مشاهدينا في كل مكان التي أشارت إليها الصحف الجزائرية الصادرة هذا اليوم. ينضم إلينا من الجزائر حفناوي بن عامر غول الصحفي والناشط السياسي لمناقشة هذه الملفات. مرحبا بك حفناوي بن عامر غول، وشكرا على تلبية دعوتنا واستضافتنا لمناقشة أهم هذه المواضيع المطروحة في الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح والمتعلقة بتعنت وزارة التربية أمام الكنابست والنقابات المضربة ككل. هل في رأيك لجوء وزارة التربية إلى فصل الأساتذة يشير إلى قوة
هذه الوزارة في مواجهة الإضراب أم يشير إلى نتيجة عكسية وهي عدم قدرة هذه الوزارة على مواجهة هذا الأمر بالطريقة الصحيحة؟ شكرا، السلام عليكم وتحية لكل الزملاء ولكل المستمعين. في البداية أود أن أذكر بأن قضية الإضرابات أخذت منحا خطيرا لم يؤثر على الحكم أو يؤثر على السلطة أو على وزارة التربية والقطاع ككل، ولكنه أثر على التلاميذ وعلى أبنائنا الذين يمرون بمراحل عصيبة وستكون سنة بيضاء لها تداعيات كبيرة على تحصير التلاميذ والطلبة. أما قضية هل يؤثر هذا الإضراب أو وزارة مثلا عندها قرارات أو ما عندهاش قرارات، فهذا شيء آخر، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى الضد. كان من المفروض أن تكون وزارة التربية الوطنية في المراحل الأولى من أجل إجراء حوار مع الأساتذة والمضربين من القطاع واتخاذ إجراءات من شأنها أن تجد حلا لهذه المشاكل. أما ما وصلت إليه اليوم من هذه من خلاص كما نقولوا بالعامية سلطت، معناها ما بقاتش حاجة اسمها نقابة وما بقاتش حاجة اسمها يضرب، وإنما بقات حاجة اسمها تغنن. وزارة التربية لم تتنازل والنقابات لم تتنازل والضحية هو أبنائنا من المتمردين. يشير المتتبعون حفناوي بن عامرغول إلى أن الوزارة لم تبادر في البداية إلى جلسة حوار وإنما اتخذت طرقا موازية تتعلق في البداية بتهييج وسائل الإعلام ضد هذا الإضراب، ثم استدعاء أيضا الجانب الديني واستدعاء فتاوى بتحريم هذا الإضراب، واستدعاء أيضا أمر العدالة بالحكم بعدم شرعية هذا الإضراب. يعني يبدو من خلال ما يقوله المتتبعون أن الأمر منذ البداية لم يكن في اتجاه الحل الجذري لهذا المشكل من قبل الوزارة. في حاجة لازم نعرفوها، في الجزائر ما كانش وزير يحكم، ما كانش قطاع سيادي، وإنما هناك مشاكل يرجع إلى رئاسة الجمهورية مثلا أو اللوبي الذي يحكم. ولو كان اتجهت وزارة التربية من المرة الأولى إلى الحوار مع المحتجين ومع المضربين لما كنا وصلنا إليه لما نراه اليوم من تعسف كبير كما قلت سابقا في حق التلاميذ والمتمرسين. ولكن عندما انفلتت الأمور ووقع الفأس في الرأس، بدأت الوزارة إلى عمليات احتيال على الأساتذة وتهديدات وكذا، ثم لجأت إلى الأئمة من أجل أن يكونوا طرفا في تسوية الملف، وهو الشيء الذي رأيناه مثلا في عدة كثير من القضايا. قضية الحرقة مثلا يلجؤ الأئمة باش يديروا فتوى بأن الحرقة حرام، ثم ها هي وين زادوا لجؤوا إلى وزارة التربية تلجأ إلى الأئمة، وثانية ما عندهمش مصداقية أئمة، معناها كل واحد في جهة. وهذه القضية هذه اليوم راهي معناها قضية وصلت حتى العظم كما قال الوزير الأول، وصلت حتى العظم، لان ما كانش الا الحل هذا، ما بقاش حفناوي بن عامرغول، بقات امور تعسفيه هكذا. نعم حفناوي بن عامرغول، رك جئت على ذكر الوزير الاول، اين موقع الوزير الاول من هذه الاضرابات في كل القطاعات؟ اذ ان تدخله الاخير والذي تعرض فيه لتصفيرات الاستهجان كان قد وصف فيه الاساتذه بالقراصنه، وأيضا عاتب الأطباء على أساس أنهم من ناكري الجميل لأنهم لابد أن يعودوا إلى مناصب عملهم بالنظر إلى أن الدولة الجزائرية درستهم مجانا. كيف ترى هذه الحلول التي يصفها البعض بالديماغوجية والتي لا تتجه مباشرة إلى الحل الجذري؟ لقد تبين بما لا يدع مجالا للشك بان الحكومه قدره فوق عام، ورئيس الحكومه ماهوش يحكم، وانما يمشي في مرحله معينه من مراحل الحكم الجزائري التي لم تعد مستقره الان. وهكذا ندرك بان لا وزير التربيه ولا رئيس الحكومه ولا حتى وزير القطاع او وزير الصحه او اي وزير عندهم معناها تعطير او عندهم يقدروا يتخذوا قرار، لان كما قلت ان هناك مرجعيه دائما يرجعون اليها.
وراهي كاينه هذه الامور اللي راهي تصير، انا نشوفوا فيها في الاضرابات والمشاكل هذه، راهم يغطوا على فشل كبير ذريع في السلطه، بالاضافه الى ذلك مرحله الرئاسيات المقبله والتي يعد لها العده، ولا يهم الاضرابات ولا تهم اي شيء اخر. شكرا حفناوي بن عامر غول الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا وناقشت ملفات الصحافه الجزائريه الصادره صباحا. إطلالة أيضا على الصحف التونسية يقترحها مراسلنا من تونس غفران الحسيني عن جديد أخبار تونس لنستمع. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، أحييك وأحيي كافة السادة المشاهدين. إطلال أخبار تونس الوطنية بصحيفة الصحافة اليوم التي تابعت بداية تقديم القائمات بالانتخابات البلدية القادمة في شهر مايو، حيث كتبت الصحيفة أن شبح الجزئية يطل من بعيد. كتبت صحيفة الصحافة أنه مع وصول المهلة إلى أيامها الثلاثة الأخيرة وتدفق القائمات التي بدأ إلى حد الآن على الأقل لا تستقيم بطيء إلى عدد الأحزاب وحجم الرهانات على الحكم المحلي، إضافة إلى التزامن مع تواصل العزوف الشعبية الذي لم يبدو إلى حد الآن تضامنا أو تحشيدا لنصرة القائمات التي يقع تقديمها. فعلى مستوى الأرقام تجاوزت القائمات المتقدمة إلى حد الآن أو إلى حد أمس الاثنين 500 قائمة، وهو رقم لا يتجاوز ثلث الرقم الذي كان مأمولا ومنتظرا بالقياس إلى العدد الكبير من البلديات التي عرفت هذه السنة زيادة أكثر من 80 بلدية مستحدثة، وقياسا أيضا إلى حجم نوايا التردد التي منفذت كل الجهات مركزيا وجهويا وحتى محليا عنها، بالقياس أيضا إلى حجم الرهانات. هذا الرقم يثير الانتباه فعلا حول رقم 75 بلدية التي لم تتقدم فيها أي قائمة إلى حد الآن، والذي يثير الكثير من التساؤلات عن مصيرها إذا ما تقدمت فيها قائمة واحدة أو لو لم يتقدم إلى غاية انتهائية المهلة. فشبح الانتخابات الجزئية أصبح يطل من بعيد في ظل وجود قائمات تتدفق بنفق بطيئة وبلوغنا الأيام الأخيرة من المهلة المحددة قانونيا للترشح للانتخابات البلدية. نتحول الآن إلى صحيفة الشروق وفي موضوع آخر، تسبب في انحراف البنك المركزي عن دوره الفصل 25 المصيبة المالية. كتبت الصحيفة أنه يأسف لاحتراق القرار السياسي للبرلمان الذي كاد أن ينسب استقلالية البنك المركزي. في هذه الكلمات نقل محافظ البنك المركزي المستقيل الشاذلي العياري على مصادقة نواب البرلمان على فصول تحاول تقييد مؤسسة البنك المركزي بالحكومة والبرلمان. العياري قال هذه الجملة يوم 20 من أبريل 2020 خلال الجلسة العامة البرلمانية أثناء مناقشة القانون الأساسي للبنك المركزي. مر كل صراع حينها في فصل من الرأي العام، لكن اليوم عاد البنك المركزي بوصفه مع السلطة المالية إلى صدارة من الرأي العام بسبب الأحداث التي كان هذه المؤسسة طرفا أساسيا فيها، حيث يعتبر البعض أن القانون أو الفصل 25 يعتبر قد ألقى بظلاله على السياسة المالية، حيث يرى الخبراء أن قانون البنك المركزي مسقط على تونس من قبل المؤسسات المالية المانحة. يشير الآخرون أيضا إلى أنه مع إملاءات صندوق النقد الدولية يأتي في سياق تجريد الدولة من أدوات المالية وضيق خياراتها للتمويل الذاتية، وهو ما دفع بتونس إلى تصنيفات في قائمة سوداء لا تكاد البلاد تقوم ضمن واحدة حتى تجد نفسها في قائمة أخرى. فنختم جولتنا في الصحافة التونسية بخبر من صحيفة الصباح، عقوبات مشددة والطرق المختصة للتصدي للعنف ضد التونسيات. تبعت الصحيفة أنه ما دخل اليوم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 17 و2000 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة دخل فعليا حيز التنفيذ. هذا القانون أتى بعد سنوات بل عقود من النضال النسوي للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب الشعبي بالأغلبية المطلقة دون احتفاظ أو اعتراض أي نائب فيما عدا أو فيما عد سابقة برلمانية لم تشهدها قوانينه أخرى. غاية هذا القانون هو القضاء على العنف ضد المرأة، وقد بدأ حيز التنفيذ وتضمن عقوبات مشددة وفرقا مختصة تعمل على التصدي للعنف ضد التونسيات. هذا
شكرا غفران الحسيني. نطلع أيضا على جديد الصحف المغربية مع مراسلنا نبيل عبد اللاوي من المغرب. مرحبا نبيل. مرحبا بك سيدي عبد السميع وبجميع الساده المشاهدين. استعراضا للعبر العناوين التي تم تضيد الصحف المغربيه الصادره في هذا اليوم والذي تلق بيوميه الاحداث المغربيه، ميثاق الرياح الصعابه استبقته خروج الحنفاء ويرافقه جدل حول الزاميته القانونيه والسياسيه. بالتوقيع على ميثاق الاغلبيه يفترض ان يكون قاده التحالف الحكومي قد انهوا الايام الازمه التي اندلعت مؤخرا، ويعتبر البعض ان توقيع ميثاق الاغلبيه الذي رافق انتظاره الكثير من الجدل السياسي والقانوني لا اهميه له، لكون هذه الوثيقه لن تكون حلا في حل الازمات التي تعيشها الاغلبيه الحكوميه منذ تنصيبها في شهر ابريل من السنه الماضيه. في ذات اليومية دائما في عنوان آخر دواء متنبر، أثار قرار فرض واجب على اقتناء الأدوية غضب الصيادلة والهيئات الصحية التي اعتبرت الرسوم الجديدة إجحافا في حق المرضى، وكان الصيادلة قد انتقدوا هذه الرسوم التي تبقى غير قابلة للتحصيل بسبب أن ثمن أزيد من 70% من المبيعات اليومية للصيدليات لا يتجاوز 100 درهم من جهة، كما أن الوضعية الاقتصادية الهشة كثير من الصيدليات لا تسمح بتحمل عبء هذه الرسوم، متهمين الحكومة المغربية بكون هذه الإجراءات تهدد استقرار أكثر من 10,000 صيدلية. نتحول إلى يومية الاتحاد في عنوانها الأبرز، المجلس الأوروبي يكلف المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع المغرب حول اتفاق جديد للصيد البحري، فيما يترقب أن تنطلق المحكمة الأوروبية يوم 27 فبراير الجاري بحكمها النهائي في الملف، حيث علم من مصادر أوروبية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين ببروكسل كلف المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت صحافته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال. أكثر من نصف مليون زائر للدورة الرابعة والعشرين من معهد الدار البيضاء للكتاب، حيث قالت وزارة الثقافة والاتصال إن الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب للدار البيضاء التي اختم الأحد استقبلت 25,000 زائر، وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا العدد يسجل زيادة بنسبة 50.70% في عدد الزائرين مقارنة بالعام الماضي. نتحول إلى يومية الحركة بأمر من الملك، إحداث لجنة لإجراء بحث إداري شامل على إثر الحادث طنجة. ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز أول أمس أن على إثر حادث الاستباق الذي وقع يوم السبت الماضي بين قطار لنقل البضائع وسيارة نقل مستخدمين بالطنجة والذي خلف مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر العامل المغربي بإحداث لجنة مشتركة بين الوزارتين للوصول إلى الأسباب الحقيقية لهذا الحادث. وقافلة للتبرع بالدم في 5 جهات لتحقيق محظور احتياطي تحت شعار مسؤولية الجميع، حيث أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق قافلة وطنية للتبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع وتستمر إلى نهاية مارس. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه القافلة التي أعطى إشارها انطلاقها وزير الصحة سعيد أنس الدكاني ستشمل جهات الرباط سالك ونوترة وباقي جهات المغرب، عن أي أن المغرب يعاني من خسائر كبير في الأدوية. نختتم هذه الصحف المغربية الصادرة في هذا اليوم بيوم الحساب الأمة، العدالة بين الفئات والجهات هي جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عنوان الرسالة التي أعطى بها العاهل المغربي للمشاركين في المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية. وكعنوان أخير الصيد البحري تكليف المفوضة الأوروبية بالتفاوض لتجديد الاتفاقية مع المغرب، هذا ما تناولته أغلب الصحف المغربية حيث يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكليف المفوضية للاتحاد من أجل التفاوض مع المغرب حول اتفاق الصيد البحري الذي أعلن به 6 أشهر. كثر إجمالا ذلك بها بحول أهم العناوين التي مرت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم.
شكرا نبيل على قراءة جديد الصحف المغربية، ونقترح أيضا قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. نبدأ قراءتها من صحيفة لوموند، صحيفة لوموند التي ركزت في صفحتها الأولى اليوم على موضوع المهاجرين في عنوان بارز. صحيفة لوموند عنونت صفحتها المهاجرون مقترحات من أجل سياسة حقيقية للإدماج. وقالت الصحيفة في هذا المقال أن نائبا عن حركة إلى الأمام اقترح على الوزير الأول 72 اقتراحا لتطوير سياسة استقبال وإدماج المهاجرين. تتضمن هذه الاقتراحات، تقول الصحيفة، التعليم المكثف للفرنسية وإمكانية الدخول السهل لعالم الشغل وتمكين المهاجرين من الحصول السهل على السكن أيضا، وهي إجراءات يمكن أن تجعل هناك سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين، تقول الصحيفة. انتهى إذن موعدنا لقراءة جديد الصحف الصادرة اليوم، ونختمه معكم كالعادة بفقرة الكاريكاتير. شكرا على المتابعة مشاهدينا في كل مكان، وإلى اللقاء.